اليوم نازلين لسببين رئيسيين، نتمنى على القاضي يلي هي بكرة لازم تنزل على العدلية وتبت بالقرار اللي مقدم قدامها، ونضغط عليهم للمتهمين يوقفوا طلبات الرد يلي هدفها بس تعطي الحقيقة. نطلب منها، ما بعرف اذا قديش عندها غير اولويات، بس بعتقد هيدا يعني مهم شوي القضيه تبعنا. كمان 220 شخص ميت، 6000 جريح، و300 الف واحد بلا بيت. تشرفنا بكره وتنزل وتثبت بطلب الرد. طلب واحد هو القاضي جنرال المصري تيجي تثبت بطلبات الرد بالعدليه، كان المفروض تيجي ثلاثه الماضي، هي تغيبت الاسباب نحن صراحه ما بنعرفها. من بعد القاضي عيد تمشي يجي ملف اربع اب، هذا المطلب الوحيد اليوم. اذا ما اجت بكره حادث ثاني، وكل شيء بيصير زي ما اجت هي بتتحمل.